السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعا، جولة على أهم المعلومات والأخبار من ألمانيا، ورح نبدأ الآن بحادث مؤسف في ظاهرة تتكرر كل فترة في ألمانيا، سائق مرة أخرى يتسبب بوفاة شخص وجرح أربعة أشخاص جراح بليغة بسبب دخوله على البندشتاس بي 85 بطريقة خاطئة فيما يعرف بظاهرة الجايستفاغا أو الفالشفاغا. في مقاطعه بايا تسبب شاب عمره 37 سنه في وفاه شخص عمره 46 سنه بسبب دخوله على خاص بي 85 بطريقه خاطئه في عكس الاتجاه بالقرب من كرايشتات شام في فالس في مقاطعه بايان حيث دخل لسبب غير معروف لحد الان على خاص بي 85 التي يكون فيها عاده اربع خطوط خطين ذهابا وخطين مجيئا يعني عكس الاتجاه ولكنه دخل على أحد الخطوط بعكس الاتجاه وتصادم وجها لوجه بشكل مباشر مع سيارة أخرى أدت إلى وفاة السائق الموجود فيها وأيضا جرح بالمجمل أربعة أشخاص جراح بليغة تم نقلهم إلى المشافي المحيطة بالمنطقة ولذلك نصيحة دائمة أن ننتبه من هذه الظاهرة وخاصة عند السفر عادة هذه الظاهرة نشهدها على الأوتوبان في ألمانيا الخطوط السيارات السريعة ينصح دائما انه نشغل الراديو في اثناء يعني السفر لما بنتنقل على الاوتوبان او حتى على البوندشتراسه ايضا او نشغل في ميزه الراديو في عندنا ميزه انه بيتم قطع الموسيقى او يعني الاخبار او اي شيء يعني الاذاعات وبيتم دائما نقل المعلومات اذا كان في فالش فاغة او شتاو يعني احيانا ولكن الفالش فاغة تحديد تحديدا بيتم التحذير منها احيانا لان يعني ذلك قد يساعد على انقاذ حياه الناس ننتبه ايضا لهالموضوع لما بنسافر ننتقل الى الموضوع التالي، الحكومة الألمانية قررت منح الآن إنيجي باوشالة بمقدار 200 يورو لطلاب الجامعات في ألمانيا، رح نشوف التفاصيل من ستشملهم هذه المنحة من الدولة وكيف سيتم الحصول عليها ومتى هو الموعد المتوقع. قررت الحكومة الألمانية البوندس كابينت يوم الجمعة بمنح إنيجي باوشالة بمقدار 200 يورو للذين يدرسون في الجامعات الألمانية بشكل خاص وأيضاً الفخ اللي عم فخ كذلك سيتم منحهم 200 يورو كنجي بوشال لمرة واحدة وستشمل هذه المساعدة كل الطلاب الذين يدرسون في ألمانيا يعني ستشمل حوالي 3.5 مليون شخص سيستفيد من هذه المنحة الآن من الدولة وبشكل خاص طلاب الجامعات أن الفخشول أوسبلدون عم يعملوا عم يعمل دوال ستوديو حتى اللي عم يدرس يعني تايل سايد يعني بنصف نعرف يعني نصف المواد أو حتى اللي عنده زيمستر أول أو بأخذ كل من هو في تاريخ 1 ديسمبر في هذا العام 2022 يعني سيكون مسجل في جامعه او جهه يدرس يعني وبالتالي سيحصل على هذه المنحه بمقدار 200 يورو لمره واحده ستشمل هذه المنحة ايضا الطلاب الاجانب الذين يدرسون في الجامعات الالمانيه المقصود بهم عاده بشكل خاص الطلاب الذين ياتون بفيز دراسيه الى المانيا ويملكون اقامه طالب هنا في المانيا ستشملهم ايضا هذه المنحه من الدوله ومن المفترض ان يحصلوا كباقي الطلاب الذين ذكرناهم على مقدار يعني منحه 200 يورو. أما طريقة التقديم عليها فهو ما الشيء الذي تم انتقاده أيضاً بشكل خاص سيتم مرة أخرى على ما يبدو وضع صفحة إنترنت متخصصة بتقديم الطلبات مرة أخرى للحصول على هذه المنحة من قبل الحكومة أو الدولة الألمانية وهذا الموقع لا يزال غير موجود لحد الان ولذلك لا يعرف بالضبط يعني لا يوجد موعد محدد تماما عن بدء تقديم الطلبات وموعد الحصول على هذه المنحه ولكن من المتوقع ان تكون في العام القادم يعني بداية العام القادم 2023 وهو الشيء الذي تعرض الآن للانتقاد الشيء الأول هو أنه لحد الآن يعني لم يتم تحديد موعد متى سيتم منح هذه او بوشال للطلاب الجامعات وأن هذه المنحة يعني بحاجة لها الطلاب الآن ومع تضخم وارتفاع الأسعار يعني فمن المفترض يعني أن تأتي بشكل سريع لا أن تتأخر حتى العام القادم هذا الانتقاد الأول الكبير الانتقاد الثاني أيضا هو موضوع مرة اخرى يجب تقديم طلبات عن طريق موقع انترنت، الشيء الذي تم اعتباره خطأ مرة اخرى مشابه لفترة الجائحة كورونا وقتها ايضا بأنه يعني مرة اخرى تم وضع اسلوب بيروقراطي للحصول على هذه المنحة وتقديم طلبات واوراق وهكذا اشياء. ننتقل الى الموضوع التالي خطوط الغاز نود ستريم 1 ونود ستريم 2 نعرف ان خطوط نود يعني خرجت عن الخدمه بشكل نهائي، نشوف اخر التفاصيل الان عن هذا الموضوع. حسب الادعاء العام السويدي الذي يقوم ايضا بالتحقيق بسبب ان الخطوط يعني بشكل خاص موجوده في المياه الاقليميه الاقتصاديه للسويد والدنمارك وايضا المانيا تشارك في التحقيقات، فان اخر المعلومات تقول الان أنه نعم تم اكتشاف بقايا يعني المتفجرات يعني في أرض في منطقة يعني تحت عمق البحر وبالتالي يعني هناك دلائل عن أنه نعم تم تحطيم هذه الخطوط بشكل متعمد وبفعل فاعل. هذا أولاً هذه الأدلة. الشيء الثاني المهم نعلم أن خطوط الغاز نوت ستريم 1 عبارة عن خطين أنبوبين ونوت ستريم 2 أيضاً عبارة عن أنبوبين خطين أيضاً متوازيين. في هذه الحالة نود ستريم 1 الخط القديم أو الأول الذي كان يعمل حتى آخر فترة تم تحطيم الخطين، يعني بمعنى خطين خرجوا عن الخدمة بشكل نهائي، أما نود ستريم 2 الذي لم يدخل الخدمة أصلاً يعني أبداً فأحد الخطين مدمر، أما الخط الآخر فهو غير مدمر. المعلومة التالية أيضاً أن أحد خطوط نود ستريم 1 محطم على مسافة قدرها 250 متر تحت عمق البحر، يعني على مسافه امتداد طويله جدا تم تحطيم هذا خط الانبوب وليس يعني في مكان محدد مما قد يعني ينهي ايضا الامل باعاده اصلاحه او يعني اعاده تشغيله خاصه مع يعني دخول مياه البحر الى خطوط الانابيب يعني وبعد ان يعني خرج الغاز منها فبالتالي خطوط نوستريم اينز احد الخطين يعني مدمر بشكل كبير. النقطة الثالثة انه في المكان الحادث يعني يوجد تحت عمق البحر الان كخاتا عبارة عن يعني حفرة عميقة بقد تتراوح عمقها بين ثلاثة إلى خمسة متر وبالتالي كل الدلائل يعني أصبحت الآن تشير بشكل واضح أن هذه الخطوط يعني تعرضت لهجوم والشيء كان متوقع منذ البداية ولكن الآن عم تظهر الأدلة الجنائية أيضا والمعلومات الادق يعني حول خطوط الغاز طبعا التحقيقات مستمره هذه الدول الثلاثه يعني بشكل خاص والمانيا اكيد ايضا ولم يتم لحد الان الاعلان عن اي نتائج رسميه او توجيه الاتهام بشكل رسمي الى احد بشكل مباشر ننتقل الان الى الموضوع التالي في شمال المانيا يعني نعرف في لانكرايس جيف كان هناك ايضا تصادم لقطارين شحن واحد هذه القطارات كان محمل ايضا بالغاز يعني غاز البروبان فعنا مقطورتين يعني خرجت ايضا عن السكه ومحطمه وتسرب منها الغاز وبالتالي الفرق المتخصصه التابعه للاطفائيه ايضا التي جاءت الى المكان اللي حد الان لم تتمكن من انتشال العربات وضخ الغاز من داخل العربات مقلوبة التي يتسرب منها الغاز بسبب الآن أيضا خطورة الوضع هذه العربتين يعني محملة بغاز البروبان بشكل خاص وبالتالي هناك خطر يعني الاشتعال أو خطر يعني أيضا كبير يعني في عن طريق يعني ضخ بسبب ضخ هذا الغاز يعني من العربتين فيوجد خطر على العمال أو الرجال الأطفائية الذين يعملون في ذلك بسبب أيضا ركود الهواء لا يوجد يعني هواء كافي ل لكي يتم يعني نشر هذا الغاز كي يخرج ويتوزع وانما مركز في منطقه ايضا خروج الغاز من هذه العربات وبالتالي تم وقف البارحه مساء اعمال ضخ الغاز من هاتين العربتين على ان تتابع ايضا فرق الاطفائيه المتخصصه اليوم مره اخرى عن طريق جلب مضخات جديده ولتقوم بتفريغ محتوى هاتين العربتين ايضا من الغاز وبالتالي خطوط يعني خطوط النقل في شمال المانيا الخطوط الحديديه وخاصه اللي تربط بين هانوفا وبرلين لا تزال متاثره يعني ولحد الان طال الموضوع في موضوع فتح هذه الخطوط بسبب هذه الصعوبات التقنيه. ننتقل الى الموضوع التالي، احد المشاريع الاساسيه للحكومه الالمانيه الحاليه هو موضوع قانون الدولدون ومنح الاقامات للدولدون اصحاب الدولدون شروط معينه خاصه شرحتها من نص القانون بشكل تفصيلي قبل فتره، وهذا القانون طبعا لم يصدر لحد الان بشكل نهائي. السؤال الذي يتم توجيهه بشكل دائم اكيد لما بيصدر اكيد كمان بنشوف التفاصيل اكثر والشكل النهائي وايضا موعد تنفيذ القانون. وبنفس الوقت الحكومه الالمانيه شددت على خطين منح الفرص وبنفس الوقت تجديد الترحيل ايضا لمن ليس لديه فرصه بالحصول على اللجوء في المانيا او لم يحصل او ليس لديه الحق بالبقاء في المانيا فيجب ايضا تجديد الترحيل فهذين الخطين يعني متلازمين فيما يتعلق بسياسه الحكومه الحاليه. والترحيل عاده يعني يتم كما نعلم عن طريق منح فرصه للشخص الذي يجب ان يغادر المانيا، يتم توجيه انذار له بمغادره المانيا خلال فتره محدده مثلا 14 يوم اذا لم يقم بذلك طبعاً فيتم تنفيذ الترحيل من قبل الشرطه. الان نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب دي مرة أخرى يعود لطلب أن يتم عرض قانون يسمح بتقوية حقوق الشرطة الاتحادية البوندس في ألمانيا في تنفيذ الترحيل هذا القانون آخر مرة تم تعديله عام 1994 فشل تعديله عام 2021 بقيادة الحكومة السابقة الغوسك كواليتسيون يعني أيضا الأونيون والأس بي دي والان على ما يبدو قد يتم طرحه مره اخرى في البرلمان لتقويه حقوق الشرطه الاتحاديه لتنفيذ الترحيل الترحيل عاده نعلم عندها في اخر فرصه يعني ياتي رجال الشرطه عاده ليلا او صباحا ويتم يعني تنفيذ الترحيل ايضا قسرا في هذه الحاله أما الأشخاص الذين من المفترض أن يغادروا ألمانيا ولكن يحملون صفة الدولدون البعض منهم ستنطبق عليهم طبعا شروط الحصول على إقامة فهن من الدول الرئيسية بشكل خاص من العراق وأفغانستان ونيجيريا وروسيا وصربيا وإيران وفي هذا العام 2022 نفذت الحكومة الألمانية 6198 عملية ترحيل من ألمانيا الدول الرئيسية التي تم الترحيل إليها هي مقدونيا الشمالية ألبانيا وجورجيا وتركيا. أيضاً تم تنفيذ ترحيل 1826 شخص إلى دول أوروبية أخرى حسب اتفاقية دبلن، نعلم أن يعني من قام أو من لديه بصمة في دولة أخرى، إذا تم تنفيذ أيضاً الترحيل فحسب اتفاقية دبلن يعني يتم الترحيل إلى دولة أخرى حيث كانت موجودة البصمة الأولى، طبعاً بشروط معينة لندخل في التفاصيل ولكن هذه هي الأرقام على الأقل الذين تم ترحيلهم في هذا العام. أما العدد الكلي للذين تم ترحيلهم عام 2021 العام الماضي من ألمانيا فعددهم وصل إلى 11982 شخص ومن بينهم 4200 وشخصين تم ترحيلهم إلى دول غير أوروبية يعني غير عضوية في الاتحاد الأوروبي فالقانون هذا قد يتم العوده اليه وطرحه مره اخرى في البرلمان لتقويه صلاحيات الشرطه الاتحاديه في المانيا في تنفيذ عمليات الترحيل بشكل افضل واريحيه اكبر بصلاحيات اوسع للشرطه الاتحاديه من المانيا. وهيك بنكون عملنا جوله واسعه لاهم المعلومات من المانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.